سنة غالي شوي على خاطر صابة سنة مش حاجة. عملوا الصوم سنة صوم. بالنسبة للصابة متاع السنة متاع الزيتون مسكتيني على جبت زيتون بالكدا صابة مصلي على النبي نظرا لكون الزيتون يعملوا مولدش، لكن نظرا لكون السنة جفاف مضطر ما صبتش من سبتمبر حتى سبتمبر السنة وقت جت السخانة دود الزيتون هذا وزيد مع الدود يعطيه ربي ليلتين متاع ريح نفضوا كل الصابة بقى منها يمكن باي خرج منها بقى في الأرض ويبس قبل وقته والآخر لميناه لا محالة أما أعطاه أكثر من قبل كزيت وقت عصرت منه أعطاه أكثر من قبل. أما بالنسبة للصابة راهي راحت الكل فهمت والحمد لله رب العالمين ديما العطي ربي هذاك هو.